يواجه اتحاد العاصمة الجزائري ضيفه الهلال السوداني السبت في إياب دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا. يستضيف الزمالك المصري نظيره النجم الساحلي التونسي في إياب نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي. حقق فريق الترجي انتصاره الثالث على التوالي في الدوري التونسي، وذلك على حساب نادي حمام الأنف بهدفين لواحد لحساب الجولة الرابعة.